كشف مجلس محافظة كربلاء عن وجود أكثر من 800 فندق في محافظة مهدد بإغلاق نتيجة انخفاض أعداد الزوار إلى المدينة خصوصا الإيرانيين. اليوم حقيقة فنادق في محافظة كربلاء أكثر من 800 فندق أصبح في طور حقيقة إيقاف هذه الفنادق وغلقها بسبب عدم وفود كثير من الزائرين، وهذا الأمر يؤثر تأثير مباشر على الأيدي العاملة الموجودة في محافظة كربلاء، ولأسباب منها فرض الجبايات كجبات الكهرباء والمي والبلدية وإضافة الدوائر التنفيذية الموجودة في محافظة كربلاء بدون مراعاة أنه عدم وفود الزائرين لأسباب عدة، منها الأسباب الاقتصادية ومنها أسباب قد يكون يعني ما بين الدول المجاورة. هذا الأمر يجب الانتباه إليه، يجب أن تعيد النظر خاصة الدوائر المختصة والدوائر التنفيذية اللي فرضت هكذا جبايا.